السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير. والنهارده معانا حلقه من سلسله اختراعات، السلسله بنجرب فيها اختراعات ومنتجات وحاجات غريبه مفيده لطيفه من الانترنت. في غالب الحلقات الحاجات اللي بنجربها ما بتكونش ليها علاقه ببعضيها، النهارده ليها علاقه شويه. الحاجات النهارده متعلقه بالاستخدام اليومي، حاجاتك الشخصية اليومية، والحاجة التانية اللي متعلقة بيها في بعض انها كلها من نفس الشركة. فالنهاردة معانا صندوقين، كل واحد فيهم في مجموعة من الاختراعات من فئة معينة، دي فئة ودي فئة تانية. نبدأ طبعا مع الفئة الاولانية اللي هنشوف هي دلوقتي، والاختراعات دي كلها من شركة اسمها هيتش. لو فاكرين اللي متابع كنا جربنا منهم منتجات قبل كده، حاجاتهم لطيفة جدا، ولطيف كمان ان هم موجودين في مصر، دي حاجة كويسة. اوكي قبل ما نبدا لا تنسوش لايك عنيف، تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان نعرف كل الاختراعات الجديده اول باول. اوكي خلينا نشوف الاختراعات اللي في البوكس الاول. hitchtech.net اوكي هاي اهلا وسهلا. اوكي عندنا هنا ثلاث حاجات، خلينا نبدا مع الحاجه الاولانيه نشوف دي عباره عن ايه. اوكي على ما يبدو ان ده كيبل من النوع المتحول، خلينا نشوف كده وضعه ايه بالظبط. كلنا طبعا بنستخدم كابلات، انا عن نفسي عندي كتير جدا ولا اكتفي منهم صراحه، كل يوم بستخدم كتير جدا ومحتاج اكتر، واكيد بحتاج النوعيه تكون كويسه، وده من النوعيه المغطاه اللي هي بريدد اسمها، بيبقى مغطى كده بطبقه زي القماش. الكابل فعلا يبدو مصنوع كويس جدا، وبيسكلي هو USB-C ده الشكل الاساسي لي، لكن عندك كونكشن تانية بتحول لك USB-C USB ايه. النوعية دي من الكابلات شفتها كتير قبل كده، بيجي معاها كونكشن، لكن اللي بشوفهم كان بيحول لك مثلا USB-C لمايكرو او USB-C للايتنج او حاجات زي كده، لكن USB-A لUSB-C دي حاجة مفيدة، بحيث انك ممكن تستخدم الطرف ده مع موبايلك والطرف ده تستخدمه في شاحن مع USB-A او شاحن مع USB-C. ولكن اللطيف كمان ان لو انت بتوصله USB-C الكيبل ده بيدعم 60 واط، يعني ممكن تستخدمه عشان تشحن لابتوبك فعليا. اذا عندك ماك بوك برو او اي لابتوب بيدعم الشحن عن طريق USB-C ده هيكون لطيف جدا، وده بيدعم طبعا باور ديليفري 2-3، واذا استخدمته مع USB-A هيكون عندك دعم لكويك تشارج 3 هيديك 18 واط، يعني تشحن بيه برده مثلا ايفون وما الى ذلك. اوكي كيبل لطيف في البدايه، طبعا مش بس شحن ولكن كمان نقل بيانات لحد سرعه 480 ميجا في الثانيه. خلينا نشوف المنتج الثاني وده اسمه باور بيس. نشوف ايه الباور بيس. طبعا مع زال الشواحن من علب غالب الموبايلات في العالم دلوقتي، بقينا كل واحد محتاج يستخدم شاحن، يشتري شاحن خاص بيه في البيت يشحن بيه حاجاته وموبايلاته وما الى ذلك. ومتقلقوش اذا مالكش في الشواحن والحاجات دي، البوكس الثاني فيه حاجات ثانيه مختلفه تماما، ولكن ده شاحن هيساعدك انك تشحن اجهزتك جهازين في نفس الوقت، واحد فيهم باور ديليفري 20 واط والثاني كويك تشارج 3 مع حاجه اسمها SCP او سوبر تشارج بروتوكول، ده المفروض ان هو برضه بيقدر يوصل لحد 20 واط. الناس لسه بتستخدم مثلا شواحن قديمه من اجهزه ايفون واشتريت ايفونات جديده، هتاخد مثلا 5 واط على الشواحن القديمه، هيشحن موبايل بطيء جدا، حاجه زي ده يدعم لك 20 واط، يعني تقريبا تشحن 4 مرات اسرع، ممكن تشحن نص بطاريه الايفون مثلا في حوالي نص ساعه. دي حاجة لطيفة جدا، فما تستهونش بشاحن كويس هيوفر وقت كتير في حياتك اكيد. واذا عايز حاجة اقوى شوية ده شاحن اسمه باور بوستر، هيديك برضو مخرجين USB-C و USB-A. USB-C هنا ممكن يديك باور ديليفري 3.0، يعني هيديك لحد 27 واط في الشحن اللي فوق، والشحن اللي تحت هيديك 18، اذا استخدمت الاثنين مع بعضيهم هتاخد 18 عشان تشحن مثلا جهازين بسرعة معقولة جدا، ودي اكيد حاجه لطيفه. اوكي دي كانت الحاجات اللي في البوكس الاول، لحد دلوقتي بقى على البوكس الثاني، ودي المفروض انها حاجات بقى هتاخدها معاك وانت نازل، حاجات بقى بيرسونال اكتر، حاجات بتشيلها في جيبك فعليا. اوكي عندنا هنا كوكتيل من الحاجات. هاي تاني ايوه. اوكي خلينا نبدا مع اول حاجه فيهم. رغم تطور الصناله والموبايل بيمنتس والسهوله الكتير، لكن ما زلنا برضه محتاجين تشيل معاك حاجات فيزيكال، محتاج تشيل رخصه، كارت بنك، كارنيه حاجه معينه. ف دي بقى حاجة هتساعدك تشيلها بطريقة ألطف مع موبايلك. عارفين طبعا أبل بتعمل الوالد بتاعتها، دي بقى نوعية تانية من هيتش ولكن بإضافة كده يعني بتويست. شوف هما فعليا عندهم نسختين، نسخة لو أنت آيفون 12 ونسخة لو أنت أي موبايل تاني. عجبك الحركة شفتها على آيفون 12 بس حابب تستخدمها على موبايلك الأندرويد أو أي موبايل تاني، مفيش مشكلة. والفرق طبعا في طريقة التثبيت بتاعت الآيفون 12 طبعا بتدعم الماج سيف، بمعنى انت عندك ايفون 12 ظهره في مجموعه من المغناطيسات زي ما احنا عارفين، وتمسك المحفظه بتاعت هيتش وتحطها بس كده على الظهر بتمسك مباشره، وعندك هنا مكان اظن يعتبر لكارت، يعني هنجرب
اظن كارت واحد. اه فعليا اظن هي مكان لكارت واحد، محفظة ضيقة يمكن مع الوقت توسع شوية ولكن مزنوقة. وعندك مكان هنا عشان تسلايد، بس بصراحة برضو صعب تسلايد، كنت تسحب من فوق اسهل لك. طبعا هي في الاول الجديدة بتبقى ناشفة زيادة شوية. ايه الجديد بقى؟ ايه المختلف عنها وعن محفظة الماج سيف بتاعت ابل نفسها؟ الجديد في الحركة اللي هنا دي، تقدر تسحب القطعة دي وتقفلها على نفسها بحيث تتحول ستاند، بحيث لو انت قاعد تتغدى عايز تتفرج على فيديو وتكمل المسلسل بتاعك، او عايز تعمل فيديو كول، او عايز تعمل اي حاجه ممكن كمان بشكل فيرتيكال يعني شويه هوريزونتال احسن، تتفرج على الموبايل من غير ما تسنده على اي حاجه، ترجع تاني تقفلها في نفسها، او ممكن طبعا تحطها في جيبك لوحديها اذا عايز بعد كده. اتوقع هو الماجنت كويس، بس طبعا ايه تخلي بالك وانت بتحطها في جيبك عشان دي ما تشبكش في الحرف وتلاقيها اتخلعت وقعت في الشارع. طيب اذا معيش مثلا ايفون 12 وعجباني الحركه دي، النسخه الثانيه بقى بتتثبت ازاي؟ دي ما فيهاش ماجنتس، دي فيها ادهيسيف، فيها لاصق. طبعا لازم ده من النوع اللي هو يعني بيزق ويستخدم تاني، مش هتخرب موبايلك يعني، ما تقلقش. تمسح الظهر كويس، تسنطرها كده وتثبتها وكده، مش محتاج يا عم ايفون 12 عشان يكون عندك الحركات دي. ده برضه استخدمها ستاند او تحط فيها كارت، حاليا كارت بعد التجربه بقى هقول لكم اذا وسعت شويه عشان تستخدم كارت تاني ولا لا. هنا طبعا مش هتقلق عليها وانت بتشيلها وتحطها في جيبك عشان اللزق هنا اقوى من الماجنت، لكن طبعا بعد ما تحب تشيلها تقدر تسحبه وتستخدمها على موبايل تاني، مفيش اي مشكله، بس طبعا لازم اقوى من المغناطيس يعني. وانصحك تخلي الكفر بتاع الاستيكر عشان تقدر تغطيه بعد كده ما يلمش تراب ومعرفش ايه. اوكي، بديل لطيف للماج سيف فولت حتى اذا انت مش مستخدم لاجهزه ابل. طيب اللي بعد كده هي حاجه يعني تحط يعني بتركز شويه على نقطه السكيورتي. في حاجه اسمها RFID راديو فريكوانسي اي دي. لو انت بتستخدم مثلا كارت بنك او كارنيه او حاجه بتاعه بوابه، كل الكروت دي بيبقى ليها راديو فريكوانسي ممكن تتسرق فعليا. في اجهزه كده سكانرز ممكن واحد يقرب من محفظتك كده بيسرق البيانات فعليا، ممكن يستخدم كارت البنك بتاعك، ممكن ياخد بيانات الكارت بتاع الانترنس بتاع اي حته. الموضوع ده خطير ومنتشر جدا في بلاد بره بالذات، لو انت مسافر حاجات زي كده الموضوع ده خطر فعليا. فالمحافظ الحديثه بتستخدم حاجه اسمها RFID بلوك، حاجه بتمنع هذه الاشاره انها تتسرق فعليا، وده اللي موجود هنا. انا بحب المحافظ جدا بصراحه، ودي محفظه من نوع متطور، بحب كده اقعد اشوف الاشكال الجديده والحركات الجديده. خلينا نشوف بقى هيتش عاملين ايه في المحفظه. غير موضوع ال RFID ان هو يحميك من ان بيانات الكرو بتاعتك تتسرق، في افكار زي انا هنا برضو بتاع لازق في ايدي دي في افكار تانية برضو لطيفة. اوكي، من اول نظره كده تحس ما هذا الشيء الغريب في ايد المحفظه في الموضوع. اولا هي من بره متغطيه بحاجه اسمها PU leather، حاجه كده احساسها وشكلها شبه الجلد جدا. اللوجو بتاع هيتش هنا والخياطه شكلها لطيف، ودي تقدر تفتحها. اوكي، وتفتحها مره كمان، فعندك هنا خانات عشان تحط الكروت بتاعتك مثلا كارنيهات كروت بنك وما الى ذلك، وعندك كمان المساحه الموجوده هنا، ودي بقى الحاجه اللي هتغير طريقه استخدامك للمحفظه. اللي جوه ده يعتبر كارد هولدر، يعني تقدر تحط فيه كروت كتير مع بعض، والحركه دي شفناها قبل كده، لكن لطيف ان هم جامعينها. يعني في كذا هايبرد محفظه محطوط فيها كذا خانه. اولا انا حطيت كروت بنك، خلينا نجربها فعليا. اوكي، ممكن تحط، واضح ان في مكان لاثنين تانيين هنا اظن، وتقفل دي كده من بره. اوكي، وعندك المساحه دي، خلينا نحط مثلا هنا، انا جايب هنا اوكي اربع كروت، خلينا نحطهم مره واحده الاربعه وداخلهم مفيش اي مشكله. وفي مكان تاني هي بتشيل على كلامهم لحد التمانية. طب اطلع على جوه دول ازاي؟ عندك هنا بقى زرار لطيف جدا هنا، فين في زر صغير، كل عليك تسحب الزرار ده لبره كده، ودلوقتي الكروت بتاعتك طالعه لك كده على شكل مدرج شويه. اسحبها، اوكي، عايز اخد الكارت ده استخدمه وارجع ادخله تاني. لطيف جدا الموضوع. الكارت اللي بستخدمه اكتر حاجه احطه في الاخر بحيث ان هو بيطلع اكتر واحد طويل، وخلي اللي قدام برضه تقدر تسحبهم بسهوله. اوكي، من غير ما يعيقه بقى تتحب ده من هنا وده من هنا، موضوع لطيف جدا. وما زال عندك اكسس لدول في السريع. كل الكروت الموجوده هنا محميه عن طريق الار اف اي دي بلوك، ان انت محدش هيقرا البيانات بتاعتك. الموضوع كويس جدا، بس مشكله المحافظ زي دي الكاش، احط فلوسي فين؟ بس هيتش بقى عاملين حل لطيف لمشكله الكاش. اكيد انا بحب امشي لازم بكاش في اي وقت من الاوقات، لازم يكون معاك شويه حاجات حتى لو صغيرين، حد اداك باقي او انت عايز شويه فكه في ايدك، شويه اي حاجه. هنا بيجي دور هذا الجزء الغريب، زي ما تقول محفظه هايبريد، يعني عندك الكارد هولدر، عندك الكروت التقليديه، الاماكن التقليديه الكروت زي المحافظ، وعندك الجزء ده بقى للكاش. تحسه في الاول كده ايه الحاجه الغريبه دي، وبعد كده تلاقي الموضوع سهل. ادي شويه كاش دينارين مثلا، كل عليك تسحب الجزء ده تدخله هنا وتقفل محفظتك وكل حاجه
تمام ومش باينين، يعني ما لهمش وجود، مش طالعين لبره، مش عاملين اي حاجه، حتى لو هم اطول شويه من الحرف ده مفيش اي مشكله. والدنانير ما تعتبرش فئات صغيره يعني، او لو عايز تخفيهم خلاص ممكن تطبقه وتدخله كمان بالشكل ده، ساعتها هيختفي خالص. اوكي عجباني الحركه دي، كل الحاجات موجوده في نفس المكان. المحفظه مش كبيره اطلاقا، دي تعتبر اصغر من محفظتي اللي انا بستخدمها شخصيا حاليا، اصغر في الطول وفي العرض وحتى كمان في السمك. السمك ده مهم جدا عشان تحطها في جيب البنطلون ما تحس انت قاعد على صخره. طبعا لو انت واحد من الناس اللي بتشيل الاف الجنيهات مثلا في محفظتك كاش او فكه كتير جدا، دي مش هتكون الحل المناسب، دي هتكون حلوه لورقتين ثلاثه اربعه. اوكي وهنا اعتمادك كلي ان كل كرنياتك موجوده، كل كروت البنك بتاعتك موجوده، كل الاكسس كاردز بتاعتك موجوده في مكان واحد شيك وانيق. طبعا مش محتاج تفتح المحفظه عشان تطلع اي كارت، كل عليك تسحب المحفظه من جيبك، تسحب تضغط على الزرار، تسحب الكارت اللي عايزه، تستخدمه وترجعه تاني مكانه وهكذا. موضوع لطيف جدا وكول وحجمها مش كبير. عندهم شكل تاني، انا على نفسي شايف لون البني ده لطيف جدا، لكن اذا انت عايز ستايل مختلف فعندك شكل يعتبر ميكس ما بين الجلد واحساسه في الايد جلد، لكن هو شكله كربون فايبر يعني طري، مش حاجه سوليد، مش حاجه ناشفه، لكن واخد شكل كربون فايبر. انا اظن في ناس كتير معجبه بشكل كربون فايبر، وده برضه ستايل لطيف وكول، نفس الفانكشنز اللي حكينا عليها، الكاش الكروت والسلايدر، وفي نفس الوقت انت حامي نفسك، مش حد هيسرق بياناتك ولا معلومات كروتك. لطيفة جدا بصراحة. هسيب لكم اللينكات لمنتجات هيتش في صندوق الوصف تحت الفيديو وبس. دي كانت كل حاجة معايا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك العنيف، تشتركوا في القناة، تشتركوا في جرس التنبيهات عشان نعرف الاختراعات الجديدة أول بأول، كمان تابعوني على انستجرام فيسبوك تويتر او كلها تحت الفيديو. نشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.